لقاء جديد يجمعنا بكم وبرنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف، ولكن نبدأ من أهم العناوين. في العرب اللندنية، منع البرلمان من انعقاد آخر الحلول لمواجهة الزرف. في موقع عربي 21، استشهاد فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي وسط الضفة. في القدس العربي، مصابو كورونا في العراق استخدام مخيمات النازحين للعزل الصحي، وعشائر ترفض حجر بناتها. في موقع كتابات، مسيرات وتظاهرات ليلية من بغداد إلى البصرة رفضا للزرف. في صحيفة العربي الجديد بلومبرج، انهيار وأسعار النفط يمهد لتآكل احتياطات الخليج المالية. في صحيفة البصائر، تسجيل 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا في العراق. وفي الشرق الأوسط، أمريكا تسجل 100 وفاة في اليوم في وكورونا يصل مجلس الشيوخ. لتعلموا أن صراع السياسيين الشيعة الذي ما عاد يطاق وما غير آلية الاختيار، حيث فشلت الميليشيات المسلحة السب في العراق في اختيار رئيس وزراء جديد، على الرغم من وجود مبعوث الولي الفقيه الإيراني علي شمخاني. بمعنى أوضح، لولا الخلاف الذي حصل داخل لجنة الميليشيات السبع لاختيار رئيس وزراء، لما تجرأ الرئيس الجمهورية برهم صالح على التفرد بتكليف عدنان الزرفي بهذه المهمة. مقال الكاتب عون القلمشي في صحيفة العربي الجديد. أي متابع لما يجري في العراق من داخله أو خارجه لن يجد بعد الآن صعوبة في الوصول إلى قناعة بأن العملية السياسية في هذا البلد قد انتهى مفعولها، وأن الميليشيات المسلحة تحجم دورها، وأن الفاسدين لن يتمكنوا مهما حاولوا توظيف إمكاناتهم المادية والإعلامية وأقلامهم المأجورة من خداع الناس بإمكانية القيام بإصلاحات جدية أو تشكيل حكومة وطنية مستقلة أو عابرة للطائفية. بل لا مجازفة في القول إن العملية السياسية ماتت، وأن كل أطرافها ستولي الأدبار جراء افتضاح سقوطها السياسي والأخلاقي، وهذا سيقرب الثوار من تحقيق انتصارهم النهائي. أما الذين يراهنون على أمريكا ومرشحها عدنان الزرفي في إنهاء الدور الإيراني في العراق أو تصفية الميليشيات المسلحة وإنقاذ العراق من محنته، لا هو في ضلال مبين، إذ هناك احتمال بتحول وطني مهزوز إلى عميل، ولكن لا يمكن للعميل أو الفاسد أن يتحول إلى شخصية وطنية، ولا المحتل إلى محرر. لا يمكن عزل ما يجري من خلافات عن أمريكا وإيران، حيث يتصارع الطرفان لنيل حصة الأسد من الرئاسات الثلاث. فإيران تمارس علناً الضغوط على الميليشيات المسلحة لإنهاء خلافاتها، وذلك من خلال مبعوثها علي شمخاني واختيار مرشح بديل على وجه السرعة. وفي الوقت نفسه تحاول إرهاب عدنان الزرفي لإجباره على التخلي عن التكليف. السياسة في العراق متخلفة ولا تزال تشكل للساسة والحكام بؤرة متلازمة للفساد والرشا، ووسيلة لنهب الثروات والأموال وخذل الوطن والمواطن، بسبب إصرار رموزها وشخوصها على ترجيح المكاسب الفئوية والمصالح الخاصة التي لا تخدم المواطن البسيط ولا تلبي احتياجاته وطموحاته الوطنية والمجتمعية بأي شكل من الأشكال. حول فساد العملية السياسية في العراق، كتب لويس إقليمس في صحيفة الزمان العراقية. هناك دول حجرت على مناطق واسعة وحظرت أي حركة إلا لأجل الضرورات القصوى منها، واتخاذ دول أخرى تدابير كبيرة وغريبة طارئة في محاولة لوضع حد لانتشار فيروس كورونا الذي تحول إلى وباء قاتل، والحد من أثاره الاقتصادية على الشركات ورجال الأعمال والمواطنين على حد سواء. إلا أننا في العراق ما نزال بعيدين عن اتخاذ الخطوات والإجراءات حتى البسيطة منها لمعالجة تفشي الوباء.
فما تزال حدودنا مرتعا لمواطني الجارة إيران بالرغم من المطالبة بإغلاق جميع المنافذ الحدودية معها، مع علم السلطات بكونها بؤرة لهذا المرض. بل هناك من تراوده شكوك بوجود أفعال متعمدة لنشر المرض وسط شعب العراق عبر استغلال المواسم والمناسبات الدينية. لقد غرد كثيرون وناشد عديدون بضرورة عدم الاستخفاف بقدرة الفيروس القاتل على شل حركة البلاد والعباد إذا لم تتخذ خلية الأزمة المشكلة بموجب الأمر الديواني خطوات إجرائية تنفيذية حقيقية وليس على الورق فحسب وأمام الإعلام، من أجل إبطاء حركة الوباء ومحاصرة وسائل انتشاره، ومنها غلق الحدود كاملة وعزل المصابين، والأهم في الظرف الراهن حجب حركة المواطن قدر المستطاع، إن لم نقل الانزواء الطوعي في المنازل وفرض منع التجول إلا للأغراض الطارئة حصراً والخدمات الغذائية والصحية. من الواقع القائم المؤلم نستدل على حقائق ووقائع ماثلة للعيان تشير إلى صعوبة تلاقي مصالح الساسة والشعب، إن لم نقل إلى عدم تلاقيها أصلاً في بلد مثل العراق الغارق في أوحال الفساد والنهب والثراء بغطاء الدين والمذهب والفئة والعرق والطائفة وغيرها من المبررات النضالية المستحدثة الخائبة. مقتدى الصدر في موقف محرج بسبب استهاناته بكورونا، تقرير لصحيفة العرب اللندنية، وجاء فيه دعوة الصدر العراقيين إلى عدم الالتزام بالقرار الحكومي حول منع زيارات المراقد الشيعية تعمق أزمة انتشار الفيروس في العراق. وضع الصدر نفسه في حرج كبير عندما أبدى سوء تقدير غريب لأخطار فيروس كورونا على العراقيين بدعوته الخميس الماضي شيعة البلاد إلى عدم الالتزام بالقرار الحكومي بمنع زيارات المراقد الشيعية وحثهم على إتمام زيارة مرقد الإمام الكاظم، ما دفع بالآلاف منهم إلى التدفق على مدينة الكاظمية شمالي العاصمة بغداد، ليضاعفوا بذلك خطر انتشار الفيروس القاتل في البلد الذي يعاني أصلاً ضعفاً شديداً في بناه التحتية الصحية وسائر مقدراته المادية، ما يضعف من قدرته على مواجهة الوباء الذي تحول إلى كارثة في بلدان تفوق العراق قوة وتقدماً في مختلف المجالات. واعتبر متابعون للشأن العراقي أن الرجل اختار اللحظة الخطأ للعودة إلى دغدغة المشاعر الدينية لترميم صورته المتآكلة بسبب انحيازه ضد المشاركين في الحركة الاحتجاجية وانخراطه في قمعهم عن طريق ميليشيا تابعة له كان أطلق عليها تسمية القبعات الزرق. كما مني الصدر بسلسلة خيبات سياسية حيث فشل في وقف الانتفاضة الشعبية قبل أن تتوقف تلقائياً بسبب خطر كورونا، كما فشل في الدفع بمرشحه المشترك مع عدد من الفصائل الشيعية محمد توفيق علاوي لرئاسة الحكومة خلفاً لرئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي بسبب اعتراض عدد من الأحزاب والتيارات الشيعية والكردية والسنية على علاوي. واستشعر مقتدى الصدر فداحة الخطأ الذي ارتكبه والذي قد يترتب عليه هلاك الآلاف بفيروس كورونا في حال أصابتهم العدوى خلال قيامهم بالزيارة وانتقلت منهم إلى سكان مدنهم ومحافظاتهم الأصلية، الأمر الذي سيعني بالنتيجة ذهاب آخر ما بقي له من هيبة ومكانة في صفوف جزء من أبناء المكون الشيعي، فحاول التنصل من مسؤولية الدعوة إلى مخالفة الأوامر والإجراءات الحكومية بحثه على إتمام زيارة مرقد الإمام موسى الكاظم. في مقابلة مع أسبوعية لوبوان الفرنسية، ندد الفيلسوف الفرنسي ميشيل أونفراي بعدم كفاءة القادة الأوروبيين واستهتارهم في مواجهة التفشي الخطير لوباء كورونا، معتبرا أن أوروبا أضحت العالم الثالث الجديد. اعتبر الفيلسوف الفرنسي أن أزمة فيروس كورونا العالمية تندرج ضمن مسألة انهيار الحضارة اليهودية المسيحية التي تطرق إليها في كتابه الانحطاط. فأيديولوجية أوروبا الماستريختية نسبة إلى اتفاقية ماستريخت التي تم ضربها بهراوة منذ عقود سقطت كالفاكهة المتعفنة.
فنتيجة السياسة الليبرالية الأوروبية ترك كبار السن الذين أصيبوا بفيروس كورونا عند مدخل المستشفى ليموتون في ركنهم بزعم أن فرص نجاتهم كانت ضعيفة مقارنة بأولئك الأصغر سناً. وقال الفيلسوف الفرنسي إنه بنفس الطريقة التي أظهر بها سقوط الاتحاد السوفيتي أن الشرق عاش في الوهم لأكثر من نصف قرن من الزمن فيما يتعلق بالإمبراطورية الماركسية اللينينية التي تحولت إلى نمر من ورق، فإن وباء كورونا يظهر بقسوة أن أوروبا الماستريختية التي تم تقديمها على مدار ربع قرن على أنها وحش اقتصادي من المحتمل أن يتصدى للإمبراطوريات الكبرى في العالم، ها هي اليوم تسقط في هذا الأمر عاجزة عن صنع وتوفير الكمامات للأطباء والممرضين. وعليه يقول الفيلسوف الفرنسي إن ظهور فيروس كورونا يكشف فشل أوروبا بالمعنى الفوتوغرافي للمصطلح حقيقة الخيارات الاقتصادية وبالتالي السياسية التي اتبعها حكام فرنسا. في مقابلة أجرتها مع صحيفة لو جورنال دو ديمانيش الفرنسية في قصر الإليزيه والذي وصفته بأنه تحول إلى ما يشبه مقر قيادة عسكرية، شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على أن الحرب ضد فيروس كورونا ستطول. وأضاف ماكرون الذي قالت الأسبوعية الفرنسية أنه انعزل في الإليزي مع عدد قليل من مساعديه لمتابعة التطورات، أنه لمواجهة حالة الطوارئ الصحية التي تمر بها البلاد والعالم فإنه يتوجب على الفرنسيين التضامن والوحدة الوطنية القوية. ونبه الرئيس الفرنسي لأن البلاد ستواجه أزمة مالية غير مسبوقة وأزمة اقتصادية حقيقية، ولا نعلم المستقبل الذي ستجعلنا أزمة فيروس كورونا نعيشه. كما شدد على ضرورة توحيد الجهود بين الدول الأوروبية، معرباً عن خشيته من تداعيات موضوع إقفال الحدود داخل الاتحاد على مصير منطقة شنغن، قائلاً للأوروبيين: إذا استمررتم في إغلاق الحدود يعني ذلك أن شنغن مات. وأيضاً نشرت صحيفة لو جورنال دو ديمانش في نفس العدد تحقيقاً حول موضوع نقص الكمامات الطبية والجدل الذي يثيره بقوة بين أوساط الأطباء والمختصين والرأي العام، وتطرقت إلى إفلاس الدولة الفرنسية بسبب عدم زيادة مخزونها الاستراتيجي من الكمامات الطبية في السنوات الأخيرة. ونشرت الصحيفة نتائج استطلاع للرأي أجرته الذي أظهر أن 84% من الفرنسيين من شتى الأعمار قلقون من تزايد انتشار فيروس كورونا في بلادهم وإنحاء من أوروبا، و64% من يرون أن الحكومة أخفت عن الرأي العام بعض المعلومات بشأن الفيروس. قالت وكالة بلومبرغ في تقرير لها أن هبوط أسعار النفط الخام حاليا ينذر بتآكل الاحتياطات المالية التي راكمتها دول الخليج خلال العقود الماضية. حرب الأسعار التي تقودها السعودية ضد روسيا ستدفع إلى اختفاء منتجين آخرين للنفط، وهم الذين يكلفهم إنتاج البرميل الواحد أكثر من 10 دولارات، فيما تبلغ تكلفة إنتاج البرميل في السعودية على سبيل المثال 2.5 دولار. ورأت بلومبرغ أن الإسراف في الإنتاج ليس نتائج عوامل جيوسياسية، بل حصيلة حسبة رياضية مرتبطة بتدني أسعار النفط. فمع تراجع الدولارات التي ترد مقابل كل برميل تبيعه، تحتاج دول الخليج إلى ضخ كمية أكبر بكثير للحفاظ على ما يشبه الإيرادات الحالية. ومن حيث المبدأ، تتوفر لهذه الدول ترسنة تكفي لخوض الحرب، إذ أن تكلفة ضخ برميل واحد من النفط من حقول النفط الخليجية لا تتعدى ثمن زجاجة مياه شرب من النوع الفاخر بحسب بلومبرغ. وأضافت: وحتى في أسوأ الاحتمالات، عندما تهبط أسعار النفط الخام لأقل من 10 دولارات للبرميل وينجم عن ذلك تكبد قطاع النفط بأسره تقريباً خسارة مالية، فسيستمر منتجو الخليج في جني الأرباح. وعملت البنوك المركزية الخليجية على إيداع كميات ضخمة من المال في صناديق سيادية، مضيفة: ولكن أمام تراجع الأسعار قد تتآكل هذه الأموال بسرعة كبيرة.
ووفق بيانات رسمية فقد وضعت غالبية دول الخليج إضافة إلى العراق سعر برميل النفط يفوق 50 دولارا في مشاريع موازناتها لعام 2020 مع تسجيل عجز متوقع، فالسعودية تحتاج إلى سعر 80 دولارا للبرميل الواحد وصولا إلى موازنة صفرية تتعادل فيها الإيرادات مع المصروفات. يلجأ الجميع إلى الخدمات الإلكترونية والأدوات الجديدة التي تسمح لها بالتكيف مع الظروف الاستثنائية السائدة حالياً بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد الذي ألزم نحو مليار شخص حول العالم البقاء في منازلهم، فضلاً عن تسببه في انهيار البورصات ووضع الشركات الصعب، ما يترك أثراً اقتصادياً بالغ الشدة قد تأتي بعده تحولات كبرى في العالم سيكون المستفيد الأكبر منها على ما يبدو بعض شركات قطاع التكنولوجيا والإنترنت. وقالت أستاذة السلوك التنظيمي في كلية سعيد لإدارة الأعمال في جامعة أوكسفورد سالي مايتلس: أعتقد أن بعض أوجه العمل والتنظيم ستتبدل نهائياً عند الخروج من الوضع الحالي. وأوضحت أن الناس سيكتشفون أن بإمكانهم العمل والتواصل بطريقة لم تخطر لهم حتى الآن، وهذا سيرغمهم على التأقلم أكثر مع التكنولوجيا. وسجلت المواقع الكبرى للتسوق الإلكتروني زيادة في الطلبات، بينما انتقل المستهلكون في ظل الحجر الصحي إلى شراء المواد الضرورية عبر الإنترنت. الرسوم الكاريكاتورية لها أسلوبها الخاص في وصف الأحداث حول العالم. نلقاكم بإذن الله.